كثيرة من قيادي الوفاق أن تكون متواجدة في المحكمة حاليا، والتي المفترض أنها بدأت أو ستبدأ بعد قليل، إلا أننا فوجئنا في الصباح أنه يمنع دخول أي أحد ما عدا وفاق واحد فقط يمثل الجمعية، وذلك كان يعني بالنسبة إلينا موقف صادم جدا، فهذا أفسد حقوقنا أن نكون مع أميننا في مثل هذا اليوم، إلا أن ذلك طبعا لا يكسرنا أبدا، ونمضي في مشروعنا الإصلاحي ومشروعنا من المطالبات الحقة بإذن الله. طبعا الآن يعني صراحته كما ورد إلينا أنه التقى بمحاميه قبل الدخول إلى الجلسة، ولكن لا جديد إلى الآن، وننتظر مجريات المحاكمة. نعم سيدة أحلام، يعني الدعوة إلى الإضراب والعصيان المدني وهي دعوة غير مسبوقة من قبل الوفاق الوطني، ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها للنظام؟ طبعا هناك يعني رسالة واضحة نريد إيصالها، بأن هناك العديد من المقاومة المدنية السلمية التي تستطيع المعارضة ويستطيع الشعب أن يستخدمها للدفاع عن نفسه ولإبراز حقوقه وللمطالبة ولإبراز مطالبه يعني مقطوعة وبطرق سلمية تقف عليها أعراف الدول ولا تخالف القانون بالطبع. نعم يعني اليوم اختي الكريمه كنت اريد اقول ان يعني التجاوب مع ما اصدرته الوفاق من بيان الامتناع عن اجراء المعاملات الرسميه والتسوق وما الى ذلك بدا واضحا جدا في شوارع البحرين، يعني هناك مدن تجاوبت بنسبه 100% اغلاق المحلات، ومجموعه كبيره من كما ورد الينا ان البنوك لا يوجد فيها اي معاملات، الشوارع شبه خالية، بعض المدن كأنها مدينة أشباح لا يوجد فيها أي أحد من المارة أو من المتسوقين أو ما شابه، فذلك دليل أن الإضراب فعلا يعني أتى عفوا الامتناع عن هذه التعاملات أتت كلها وأثمرت خيرا. أشكرك يا سيدة أحلام الخزاعي القيادية في جمع الآن يعني صراحته كما ورد إلينا أنه التقى بمحاميه قبل الدخول إلى الجلسة، ولكن لا جديد إلى الآن، وننتظر مجريات المحاكمة. نعم سيدة أحلام، يعني الدعوة إلى الإضراب والعصيان المدني وهي دعوة غير مسبوقة من قبل الوفاق الوطني، ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها للنظام؟ طبعا هناك يعني رسالة واضحة نريد إيصالها، بأن هناك العديد من المقاومة المدنية السلمية التي تستطيع المعارضة ويستطيع الشعب أن يستخدمها للدفاع عن نفسه ولإبراز حقوقه وللمطالبة ولإبراز مطالبه يعني مقطوعة وبطرق سلمية تقف عليها أعراف الدول ولا تخالف القانون بالطبع. نعم يعني اليوم اختي الكريمه كنت اريد اقول ان يعني التجاوب مع ما اصدرته الوفاق من بيان الامتناع عن اجراء المعاملات الرسميه والتسوق وما الى ذلك بدا واضحا جدا في شوارع البحرين، يعني هناك مدن تجاوبت بنسبه 100% اغلاق المحلات، ومجموعه كبيره من كما ورد الينا ان البنوك لا يوجد فيها اي معاملات، الشوارع شبه خالية، بعض المدن كأنها مدينة أشباح لا يوجد فيها أي أحد من